نزلنا وقفنا جنب الكاميونات اللي جابونا فيهم. ركامنا احنا جالسين وكنشوفو غير لتحت. من نزلنا شفنا جهة الشرق، بل ليا ما يسمى بمركز الهلال الصحراوي. شفت جهة الشمال، بل ليا صور طويل كيبدا من المركز وكيمتد على طول 400 ولا 500 متر. وقدامنا باب كبير غنعرفو من بعد انه باب مديرية الامن وتجمع القتالة اللي ما كيعرفوا لا رحمة ولا شفقة. وصلنا لباب المعتقل، باب جهنم، قدامه شاطو ديال الماء، حداه واحد دار صغيرة. الدار فيها حساس، الدور ديالو هو يحضي هاد الصهاريج ديال الماء باش ما يقرب ليه حتى واحد من الأسرة. هاد الحارس كان سميتو الوالي. هاد الوالي راجل في الخمسين من عمره، كان كيطبق الأوامر بحال الروبو بالحرف، كيضل غير يغوت، كيموت بالخوف من المرؤوسين ديالو. في الاستقبال ديالنا كان واحد سميتو محمد فاضل من سكان السمارة، كيكره شي حاجة سميتها المغاربة وكيحقد عليهم حقد شديد، والغل ديالو عليهم ما عندوش حدود. والتاني كان سميتو السالك، قائد الحرس، إلا أنه كان معتادل شوية، رجل سمر وطويل وعريض، والأخرين كانوا الجلادين ديالو. وهنا غينطق الجلاد فاضل وغيقول بالحسانية، اش تخرس يعني اش كتسنى، وغيزيد عيناكم في التراب، وغيركل بالجهد صاحبنا الحاج دانون اللي كان واقف جنبه. العلالي نائب فيليبو رقيوق وسمر والشر كيطير من عينيه، كان كيستقبل الأسرة وكيبدا يغوت، يلا الفوق بالزربة. كان كيتسنى الأسرة فوق الخندق، واللي كيخرج من الحفرة كيستقبلو بالركل واللكم. كان هذا هو السلام والترحيب ديالو. اللي طلع كيضربو كيقول ليه يدير الصف، ومن كثرة الشر والسادية اللي فيه غيطلب من الأسرة باش يديروا الصف تحت الشمس اللي كتحرق، واخا كان ضل قريب ليهم ديال الحيط. منين بداو يدوزو الأسرة المغاربة كان كل ما كيغوت بسمية أسير كيضربو بتصرفيقة بكل ما كيملك من قوة، وكيقول ليه وقف ليه. من العذابات اللي كانوا كيلقاو الأسرة هو أنه بعد ما كيدوزوا نهار كامل في الأعمال الشاقة، وفاش كيجي الوقت اللي كيغمضوا فيه عينيهم ما كيجي فين يوصل نص الليل حتى كيجيوا الحراس والجلادين، كلشي كيغوت والصفارات وفي يديهم الصياط ديال العذاب، كيضربوا بها كاع اللي غيخرج من الحفرة، وهو كيتوجه للساحة باش تبدا عملية لابيل والعد ديال الأسرة. كان الهدف ديال زباني يطربوني من هاد التعذيب هو الإدلال والتنكيل بالأسرة المغاربة. كانوا منين كيبغيو يفتشوا مثلا الأسرة اللي خدامين في الفلاحة، واللي كانوا كيحاولوا يسرقوا حبة ديال المطيشة ولا بصلة، حبة ديال الخضرة يقدروا يديوها لصحابهم في مراكز الاعتقال. كانوا زباني يطلبوا ليزاريو كيقلبوهم بطريقة حاطة من الكرامة، فمنين عرفوا أنهم كيمروا هاد الخضر في الملابس الداخلية ديالهم ولا فوق ما كيجي الوقت اللي غينقلوهم فيه للمركز ديال الاعتقال، كيأمرهم باش يحيدوا حوايجهم كاملين حتى الملابس الداخلية ديالهم بلا حشمة ولا إنسانية قدام بعضهم البعض. وهادشي كامل علاش؟ باش يتأكدوا باللي حتى واحد فيهم ما خازن شي مطيشة ولا بصلة ولا خيزو تحت حوايجه. ونساو كيف ما قال المحفوظي على أن مطيشة وخيزو في المغرب حتى البقر كياكلهم في الزبالة. كانوا الأسرة المغاربة بحليلة في غابة عامرة بالوحوش، فين ما عطاو الراس كيلقاو وحش في شكل. فمثلا سالازار اللي ذكرناه في الحلقه اللي فاتت ديال الاسير الكولونيل حسن المرضي، واللي شفنا كاملين الطريقه الملحميه اللي قدر بها يهرب من مخيم العذاب. فمن انواع العذاب ديال الوحش سالازار ومن الامراض النفسيه الساديه ديالو، كيقول المحفوظي على ان سالازار كان كيتمشاو في يدو ملف، واللي ما عنده زر هو اللي غيتلاقى معاه. كان فاش كيتلاقى مع شي اسير كيمد ليه الملف، منين كيشدوا الاسير كينال عليه بالضرب والركل واللكم، لدرجه كيهرس السنان ديال الاسير من قوه اللكمات ديال هذا المجرم. ومنين كيسالي وكيشبع من الضرب كياخذ الملف من عند الاسير وكيضربوا بركله على المؤخره ديالو بحال
بحال الا حتى شي حاجه ما وقعات وكيمشي ضاحك وفرحان بالعمليه اللي دار. اما المجرم الملقب بالمحيجيب ولد حريم كان كيغفل الاسير وكينهال عليه بالضرب، وفي نفس الوقت كيطلب منه طلب ماشي طبيعي، طلب ديال الحماق، بحيث كيضرب الاسير وكيطلب منه باش يضحك بكل قوه، ولا كيطلب منه باش ينباطح على كرشه وكيطلع ليه فوق ظهره وكيضربه على المؤخر ديال راسه بكل ما كيملك من قوه. ومنين كيسالي كيقول كلمه شهيره ديالو، يلاه طير، وكيتبع بالشتم والسب. اما الجلاد برشيد فكان كينهال على الاسير بالضرب وكيامره باش يوقف مستعد بحال الجندي اللي كيوقف لتحيه العلم، الراس مستقيم واليدين لاصقين على الفخاد، ومن ثم كيبدا يضربو بالتصرفيق على حناكو بجوج ليمن واليسر، وكيختبر القوه ديال الاسير وكيشوف شحال غيتحمل هاد الاسير ديال الضرب باش يطيح. منين عاقو به الاسرع لانه هذه هي سعادته، منين كيشوف الاسير طايح من قوه اللكمات ديالو، هنا غيبداو يطيحوا من ضربات الاولى، وهكا كان كيفرح وكيمشي كيضحك وكيخليهم بحال شي مريض نفسي. اما الجلاد الملقب بموسى فهو مصيبه بحد ذاته، فما كانش بحال الاخرين كيخدم كابلي ديال الضوء ولا صوت ديال الجلد، ولكن هذا مش بعيد بزاف. هذا المجرم كانت الاله ديالو عباره على قطيب ديال الحديد كيضرب فيه الجسد ديال المعتقل من طرف فين ما جات، وكيركز الضرب على المناطق الحساسه في الجسم باش يضمن اكبر الم للاسير. كيضرب للعنق وللركابي والمرافق ديال اليدين حتى كيطيح المعتقل مشلل من ضربات القاتله ديالو. كان بالدارجه في هذيك الفتره اي جلاد يقدر يدير اللي بغاه بلا حساب وبلا عقاب، لحقاش كان المكلف انذاك باداره الامن واحد من اكبر المجرمين الملقب بالخليل، وفي العهد ديالو غيموتوا بزاف ديال الاسرى بالتعذيب ديال الجلادين. وشحال ديال الاسرى تقتلوا على حوايج تافهه، منهم اللي تقتل حيت دبر على كارو بطريقه معينه، ولا دبر على ملايه باش يتغطى من شده البرد ديال الليل حماده. وانت كتقرا وسائل التعذيب والاهانه كتحس انها ما عندهاش نهايه، والجلادين الشياطين ارحم منهم. ففي نهار الجمعه مثلا اللي هو نهار عيد المسلمين اللي خاص يكون نهار رحمه، فالجلادين مسمينه نهار مطيار، وهو النهار اللي كيفرقوا عليه الاسرى يجمعوا فيه الفضلات ديال الحفر اللي كيتبرزوا فيهم الساكنه، وخاصهم يخويو هاد الحفر بيديهم والحارس واقف فوق راسهم بالكابلي في يديه. ومن شده الخوف الاسرى ما كيقدوش يهزوا راسهم في الحارس حيت كيخافوا انه الى رشقات ليه يقدر يقول ليه باش ياكلها. لحقاش فايد دازوا من تجارب مشابهه لهذه، فكان الحارس كيقول للاسير حل فمك، ومنين كيحل فمك كيدفل عليه، وإلا ما دارش هادشي غياكل قتله بالكابلياس ديال الضوء. اما الملقب ضبوع فمن اندل الجلادين ديال بوليساريو. بالمناسبه بعض من هاد الجلادين بحال ضبوع ذكرناهم من قبل، والمتابعين القدام غيكونوا عاقلين على الحلقه ديال الاسير السابق المرحوم المحفوظي، وباقي كنعقل على التعليق ديالو على هذيك الحلقه لما قال على انني واخا كاع داكشي اللي ذكرت من معاناه بما معناه انني ما قصتش حتى جزء بسيط من العذاب ديالهم. هادشي علاش كنحاول في هاد الحلقه نركز على الجلادين وانواع العذاب ديال كل واحد فيهم. المهم هو ان الجلاد ضبوع كانت عنده طريقه خاصه، وهي طريقه ديال الساديين والمرضى. في الاسرى كانوا كيفرضوا عليهم يصنعوا البريك، وهو ياجور كبر من الياجور اللي كان استعملوه في المغرب، ثقيل بزاف. هاد الياجور كيتصنع من الطين، فهاديك الساحه اللي خدامين فيها المعتقلين كان كيجي طبوع وكيجيب معاه كرسي كيجلس قدام الاسرى. منين كيجلس كيامر الاسرى باش يجيبوا ليه الطين ويخويه قدامه ويمشيو يكملوا خدمتهم. هنا كان كيشد كمشه ديال الطين وكيكورها وكيتسنى الاسير اللي يدوز من قدامه، كان كيشير عليه بها الوجه، ويلا زيلو في الضربه الاولى كان كيامرو باش يوقف وكيهز كمشه اخرى وكيدير بها كره وكيضربو بها بكل القوه للوجه ديالو، وفين ما جات ما كيرى الى العينيه ولا الفم ولا حتى حاجه. في الاخير غادي نختمو بواحد المشهد من افضع المشاهد اللي قريت على وحشيه تندوف وزبانيه العذاب ديالها. قصة حكاها المحفوظي في كتاب خبايا 24 سنة لأسير في جحيم تندوف. سنة 1984 كانوا خدما في واحد المدرسة سميتها 9 يونيو، كانت تما حوالي 200 أسير، كاين اللي خدم في البني، كاين اللي خدم في صناعة الياجور، كاين اللي مكلف بالنقل ديالو، وكاين اللي مكلف بالحفر. من بين هاد الأسرى كان واحد سميتو عبد العزيز من مراكش، ملقب بجويرة،
مسكن بالخدمه والحر جات السخانه، حس بالعيا وما كاينش اللي رحمه ولا يشوف من حاله. في جنب الحفره اللي خدام فيها كان كاميو هز سيتيرنا ديال الماء واقفه في جنب الحفره. هاد الكاميو اللي كان مولاه كيهضر مع الحراس وكيشرب معاهم كاس ديال اتاي. غادي يستغل عزيز جويرة المراكشي هاد الفرصه وغيمشي تحت الكاميو وتكا رام شويه للظل ونعس. من كثرة السخانه والعيا غير حط راسو دان الناس، والغريب ان اللي غيوقع كيهز القلب وكيتالم ليه الخاطر. غينعس عزيز نعسه وحده ما غيفيقش من موراها مره اخرى، وهو ناعس كان شي فرصه للكاس ديال اتاي ديالو. ناض وتوجه للكاميو. هاد الشيفور اللي كان واحد من كبار الجلادين كان الشر كيطير من عينيه. طلع للكاميو خدم الموتور ديال الكاميو، وهنا غيبداو الاسرى كلهم كيغوتوا عليه باش يسكت الموتور. كلهم كيشيروا ليه تحت رويضة، الا انه بكل انانية وسادية غيتجاهل النداء ديالهم، وبالعكس غيتبسم وغيكسيري بالكاميو وغيدوز بالعجلات الخلفية ديال الشاحنة على راس الاسير عزيز المراكشي اللي الصوت انفجار ديال راسه كان بحال عبوة ناسفة كيف ما وصفوا المحفوظي اللي كان حاضر على هاد المأساة. هنا غيوقف الجلاد منين سمع صوت الانفجار، حيت صحاب ليه انه رويضة انفجرات. جراو الاسرى في اتجاه عزيز، ولكن للاسف لقاو الحالة ديالو ميؤوس منها تماما. وكنتأسف على المشهد اللي غنوصف دابا، لانني في المرة الاولى ما قدرتش نوصفه، لكن هاد المرة غنوصفه كما في الكتاب. لحقاش الهدف هو نوصلوا هاد الحقيقة المؤلمة والقمة في البشاعة للقراء وللمستمعين باش يعرفوا وحشية الجلادين. فمنين وصلوا الأسرى جوتة عزيز لقوا القلب كيخفق بسرعة كبيرة وراسه مسطح وعينيه فوق الخد دياله. كان مشهد ما يقدرش الإنسان يشوف فيه، شي اللي خلى الأسرى يبكيوا بحرق على الصديق ديالهم. ركب السائق في الشاحنة دياله بحال لقت الفار، ما بانش عليه نهائيا ذرة ندم ولا شفقة ولا أسف ولا حتى حشم من العمل اللي دار. ولكن أكثر من هادشي أنه كان كيضحك وكيقول للحرس غوتوا على مول لوندروفير ديال السبيطار، واخا كيشوف بعينيه أن ضحية راسه انفجر وما كاين حتى شي أمل في الإنقاذ ديالو. حملات لوندروفير جثة الشهيد المتواه الأخير بينما ركب الجلاد في الشاحنة ديالو وتوجه للبلاصة اللي كان غادي ليها بحال إلا حتى حاجة ما وقعت.